أيها الشباب الأعزاء، نرى فيكم نحن الحاضرين أمل الكنيسة ومستقبلها، ونتطلع إليكم كقوة تجددية فيها وفي المجتمعات حيث تعيشون. هذه هي التغريدة الأولى للبطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي على موقع التواصل الاجتماعي @بكركيجان التابع لمكتب رعوية الشبيبة في الدائرة البطريركية في بكركي. وفي الجمعية العمومية للمكتب الرعوي للشبيبة عبر الراعي عن سعادته في هذا العمل الذي يسمح له بالتواصل مع كل الشبيبة في لبنان الخائفة على مصيرها، وعلى الشبيبة في بلدان الشرق الأوسط التي تعيش مآسي الحروب والتهجير، وكذلك إلى المنتشرين في العالم سعيا لتحقيق ذواتهم، مؤكدا أن بهذا العمل نعيش الشراكة والمحبة التي تخترق كل الحواجز وتخرق كل الأبعاد. نحن بحاجة نكون على هالتواصل. أنا مستعد أنه نسمع كل أسئلتهم، كل رغباتهم، كل انتظاراتهم، ومن الثقة مع مكتب رعوية الشبيبة ونكون عمل من جوابهم. هذا وأطلق البطريرك أيضا أول كلمة على الموقع الإلكتروني الخاص بالشبيبة تحت عنوان من بكركي إلى شبيبتنا.